والله خوفتيني. شبيك صباح الخير. خالك طلع من بكير وراح على قبر امي وقرا الفاتحه، بس من وقت ما رجع هو حبس حاله بغرفته. اسمعني منيح، بدي اقول لك على شغله ما بدي اياها يسمع. ماما اذا بتريدي اجلي لي كل شيء لارجع ساعه وما بتاخر. ليه؟ ما بيمشي الحال. اتصل فيها لاقي طريقه تخليها ما تيجي لهون. طيب حاضر، هلا بحاكيها بقول لها انه ما في حدا بالبيت. منيح؟ وبتفهمها وبتقول لها ابوك طلع من السجن، حبت تيجي تزوره اهلا وسهلا. اما اذا بدها تطلع مثل امها قليله اصل بلا ما تزيد عليه لا تجي، لانه مو ناقصه. امرك ام احمد. يلا احكي معه. انت كرم عيونك ام احمد. ها ليك اجت، لحق خذها قبل ما يحس خالك. يلا احمد انا بفتح شوي. مشان الله اخي بلا هالهزه البدن. بالعكس يا امل هيك احسن. عم بقول لك كرمالي بس هالمره. طيب طيب افتح. ايش ساعة صار لي ساعة واقفة على الباب. تعي تعي بدك دقيقة بتصبح لعندي. كيفك عمتي؟ اهلين. وين القهوة؟ يعني قهوة خلص بدك تضلي عندي. ماشي عمي برجع بشوفك. يلا بس ايه الله معك. مع السلامة. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.